الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن أمر بادل قضي بحوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة أن تعلم بحوائجنا وسؤال دعائنا حاجتنا إلى كثير ودعاء إلى كثير وسؤالنا إلى كثير أن تعلم بها وبصير واستجب هيا الله كل فقد هيا الله كل على هذه النية وكل نية صالحة وكما نوى إمام محمد البوصيري بكرة المنتهى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا من تذكر جوان به سلم مسجدا من مغلة بدم محبة الريح من تلقاء قوم بمد وهم البرق في الظلماء من عظم فما لعينيك ان قلت كفى همت وما لقلبك ان قلت استفيق يا هميا يسب أن الحب منقسم ما بين منسلم من هو مضطرم لولا الهوى لم ترد معنى لا ضلال ولا رقد لذكر الباني والعلم ولا أعرضك لولا عمرة وظن ذكر الحيام وذكر السكين الخيام فكيف تذكر حبا بعدما شهدت به عليك أنزل الدمع والسقم وأثبت الوجد خطي عمرة وظن مثل البهر على خديك والعنى من أمزار الضيف من أوفى الرقني والهب يعترض الذي بالعلم يلائم في الهوى الهدري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلوم عددك لي لسر بمستدر عن الوساد ولدائم بمنهزم محضني نزلك لست أسمعه إن المحب عن الأذل في سمم إني دهمت نسوي الشيب في عندل والشيب أبعد بنوشن عن الدهم فإن أمرت بسوء ما ادعت من جهلها بنادر الشيب والهرم ولا أعدت من الفيل الجميل كرطب ألم برأسي غير محتزم لو كنت أعلم أن ما أفكره كتمت سرا بدل منه بالكدم من لبرد جماه من وهويتها كما يرد جماه الخيل باللجوم ولا دار بالمعازي قشر شهوتها إن ما يقوي شهوة النائم والنفس كالطيب لينضم منه شبع لهم بالرضا وإن تفتنه ينفطم فاشرب هوى هدر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمع أو يسم ورائها وهي بالأعمال سائمة وإن هي استهلت المرعى فلا تسم كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن سم في الدسم وسدس إذا من جوع من سبع وربما ما صوت شر من الضهم واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم يد الندم وهل بالنفس والشيطان وعصيما وإنهما مهدك النسخ فالداهم ولا تطع منهما حسما ولا حكما فأنت تعرف كيد الحسم والحكم أستغفر الله من قول بلا أمل لقد نسبت به نسلا لدعكم أمرتك الخير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصل سوى فرض ولم أسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم ظلمت سنة من أي الظلام إلى أن استكت قدمه الضر من ورم وسد من سوى من أشعه وطوة تلهج رضيك سمد ربا
الأدم ورودد الجبل ثم من دهم النفس فأرها أيما سمم وأبقد الزد وبضرورته إن الضرورة لتغض على العظم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم ترج الدنيا من العدم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا أمير النهي فلا أحد أبر في قول لم منه والنعم هو الحبيب الذي درج شفاعته لكل حق من الأهوال مقدام دعا إلى الله فالمستمسكون به من غير منفصم فقال نبيين في خلق وفي هلك ولم يدانوه بعلم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس ورب من البحر أو رسوا من الديم ووقفنا لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شغلة الحكم وهو الذي تممناه وسورته ثم اصطفى هو هميما بارئ النزم منزه عن ذلك في محاسنه فجوهر الحسن به غير منقسم تمدعت النصر في نبيهم وكن بما شئت مدحا به واحتكم وانسب الى ذاته ما شئت من شرف وانسب الى قدره ما شئت من عظم فان فضل رسول الله ليس له حظ فيعرف عنه ناطق بفم لو نسبت قدره وايده عظم احيا اسمه حين يدعى ذرس الرمم لم ينتهن بمتى العقول به ارسلنا النبى لم نرتب ولم نهم اعيا الورى فممناه فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيره وتكل الطرف من امامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته كمنيه من تسلوا عنه بالهلم فمبلغ والعلم به انه بشر وانه خير كلهم وكل آي أدرس الكرام بها فإنما اتصلت من نورهم بهم فإنه شمس قدر هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بها بنبي جناه هلك بالحسن مشتمل بالبشر معتزم كالزهر في كرم والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر فيهما من كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حسم كأنما لؤلؤ المكنون في صدف من معدن أي منطق منه ومبتسم لطيف يحجل تربا ضم أعظم أو ضبال منتشك منه وملتزم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم أبدا وعند بأنصره يطيب مبتدا منه ومهتدا يوم تبرز فيه الفرس أنهم قد أنذروا بهلول البؤس والنقم ومبتئ ونكسر وهو منصدع كشم لأسهم كسر غير ملتئم والنار حامدة الأنفاس من أسب عليه والنهر سعي العين من سدم وسأس ودعن وضد بحيرتها ورد وردها بالغيبه نظم كأن بالنار ما بالماء من بلل أسنوا بالماء ما بالنار من ضرم والجن تهقف والألوان تقطيعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عم وصم فعلان البشائر لم تسمع وفرقة الإنذار لم تسم من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم الموجه لم يقم وبعدما عينوا بالأفق من سهم مقدس وقام بالعرض من صنع من هدى ودى عن طريق الوحي منهزم من الزايا ليكفو إثرا منهزم كأنهم هربا أبطال أمرهد أو أسكار بالهصى من راحة ديهير من أبدا به بدتت بهم ببطنه من أبدا المسبه من أساء ملتكم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا أهل دعوة الأشجار ساجدة تمشي إليه على شاك بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت بروها من بعد الخط باللقم مثل الغمة مد النصارى سائرة تقي حر وتيس للهجير ريحا بأقسمت بقمر المشرق
المساك إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما هو الغار من خير ومن كرم وكل طلب من الكفار عنه أم فالصدق في الغار والصديق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من هارم ظن الحمى ما وظن الأنكم على خير البر يدي لم تنسج ولم تهم وقاية الله أو ندأم مضاعفة من الدور وعن عالم من الأدم ما زمن الدار طيما واستجرت به إلا ونرت جوارا منه لم يضم ولا التمسدق نضارين من يده إلا ازدلم دناد من خير مستلم لا تنكر وهي من رؤياه إن له قلبا إذا نمت العينان لم ينم فدكه نبلغ من نبوته فليس يقر فيه حال محتلم تبارك اللهم وهي بمقدس من ولا نبي على غير بمعده من كم امرأة واسبا باللمس راحته واطلقت عاربا من ذبغة اللمم واهيت السنة السهباء دعوته حتى هكت غرة في العنصر الظهم بعرض جد او هلت البطاحة حمي سيف من اليم او سيل من العارم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم دني ووصفي آية له ظهر ظهورنا للقرى ليلا على عالم فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فمتى طول امل المديه الى ما فيه من كرم الاخلاق والسيام آيات حق من الرحمن محدثات قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقدر بزمن وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إيرام دمت لدينا ففقد كل معجزة من النبي إلى إن جاءت ولم تدم محكمات فما تبقين من شبه الذي سقى ولا تبقين من حكم ما هربت وطل إلا عاد من حرم بن عاد العاد إليها ملقي السلام ردا بلا ودها دعوى معارضها ردا الويو رياد الجاني عن الهرم لها معاني كموج البحر بمدد وفوق جوهره بالحسن والقيم فما تعد ولا تسع جائبها ولا تسام على الإكثار بالسام قرت بها عين قريها فقلت له لقد فرد بها بحبل الله فاعتزم إن تدلها هبة من نار نار الأرض أطفتها رالض من وردها السميم كأنها الأرض تميت الوجوه به من الأسود وقد جاءوه كالهمم وكالصراط وكالميزان معدلة بل قست من غيرها في الناس لم يقم إلى دجا بل لحسد الراحة ينكرها دجاه له وهو عين الحظ كالفهم قد تنكر عين ضوء الشمس من رماد وينكر الفم طعم الماء من شقم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمام العفون ساده سعيا وفوق مدن العين كير رسومي ومن هو الآيات الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتني من سريت من أرام ليلا إلى أرام كما سرى البدر في داج من الظلام وبالتتار قال
إلى أن الدى منزلة من باب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقد دمت كجميع الأنبياء بها والرسل بما مهضوم على قدمي وأنت تهدرك السبع الدباق بهم في موكب كنت به صاحب العالم حتى إذا لم تدعس مستبق من الذنوب ولا مرقى لمستنم منها فتقل لا مقام بالإضافة إذ نديت بالرفع مثل المفرد العالم كيما تفوز بوصل أي مستدير عن العيون وسر أي مقتدم فهزت كل لن وير مصدرك وجزت كل لما قام وير مصدحم وجل مقدر ما ولد من رتب وعز إدراك ما ولد من نعم بشرى لنا معزر الإسلام إن لنا من الهداية ركنا وير منهدم لما دعا الله دائنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الحق كلهم رأت قلوب الإداء أنباء بذاته كان بأد أجبلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل مدرك أدى أقوا بالقناة لما ألا وطمي ودل مرارا فكادوا يوبدون به أسلاء سالت ماء الإكبان والرحم دمد الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تقم من ليالي الأزهور الهروم كأنما الدين ضيف علم سعدهم بكل برم إلى لهم إذا قريم يجر براهم سن
فوق سبيح الدين يرمي بموج من الأبطال ملتقيم من كل متدين لله محدثين يسدو بمستأصلين للكفر مستعلمي حتى قدد ملة الإسلام وهي به من بعد غربتها موزولة الرحيم مقبولة أبدا منهم بخير أمين وخير بال فلم تيدا ولم دائم هم الجبال فسأل أنهم مصدمهم ما درى منهم بكل مصطدم وسأله نين وسأل بدرا وسأله هدى فسأل أدب لهم أدهى من الوهم المزدير بيدهم رم بعد ما وردت من الهدى كل موس والدم من الإمام والكاتبين بسمر الحد ما تركت أقلامهم أربع جسم غير منعجم ساكس إلى إلههم سما تميزهم والورد يمتاز بسما من السلام تهدي إليك رياه النسر نشرهم فتزيب الزهر في الأكمام كل كم كأنه في دهور الهيل نبت ربا من سدة الأزم لا من سدة الهزوم طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم ومن تقوم برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجمها تجيم ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أهل أمته في إرث ملته كالليث ألم الأشبال في أجم كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم عظم البرهان من عصم كفك بالعلم في الأم معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم مولاي
يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبي الخلق كلهم خدمته بمده إن أستقل به ذنوب عمر مضى بالسعر والهدم إذ قلدني أباده سواكبه كأنني بهما أذ يمنا نامي أضغط ويا سبا في الحالتين وما حصلت إلا على الأثم والندم فيا خسارة نفسي في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسومي ومن يبي أجلا منه بأجله يا من له الغبن في بيع وفي سلام إن أبي أهدي بمنتقد من النبي ولا أبلي بمن صارمي فإن لي ذمة منه بتسمية محمد وهو أوفى الخلق بالدماء إن لم يقم في معادي أهدا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم حزاه أن يهرب الرجل مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم ومنذ أبكاري مدائحه وجدته لي على سي خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يا دندربات إن الحياة ينبت الأزهار بالأكام ولم أريد زهرة الدنيا التي قد طفت يدا زهير بما أثنى على أريمي يا أكرم الخلق من ألود به سواك عند هلو للأدي ذي الأميم ولن يذيق رسول الله جاه كبير إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس من
ذلات أدومات إن الكبائر في الغفران قل مميلا ألا رمد ربي إلى يقسمها تهدي على سبيل الإسيان بالقزام يا ربي غير منعكس لديك وجه الحساب غير منهارم يا ربي وجه الرجاء غير منعكس لديك وجه الحساب غير منهارم ولتوف بأمرك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال يا لازم وعدا لسهب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل والصابرين لهم أهل الدقى والنقى والهلم والكرم ما رن أحد أدم بدل بنيره صبا وأضرب الإساها للإنس بالنغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل الدقى والنقى والهلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا بدايا واسع الكرم واغفر إلى كل المسلمين بما يدلو وفي المسجد الأقصى وفي الحرام بجاه من بيته في طيبة هرم وإذ قسم من أعظم القسم المهدر قد هدمت الحمد لله في بدء وفي قدم يا رب بوحد لقارئها وسميها بهزن عدمت يا مجي الأمم والمسلمين من ضيعاً كل ما دولياً آمين جيران من سلام أبيادها قد أتت ستين مع مئة
فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل حين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء لمقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Thank you.